صباح الخير يا استاذ ابراهيم. صباح الخير يا باشمهندس، وكل التحيه لاستاذنا الكاتب الكبير الاستاذ حامد عز الدين، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. حلم كبير لينا كلنا ولكل جماهير النادي الاهلي وكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، وحلم لكل الرياضيين في مصر هو مشروع المدينه الرياضيه واستاد النادي الاهلي. يعني نقدر نقول حلم كبير النهارده بتبقى اولى خطواته طبعا وجود الاستاد اللي طبعا اللي هيكون على مساحه 48000 متر استاد للنادي الاهلي، وبيتسع لاكثر من 60000 متفرج. تفاصيل كتير جدا هتكون معانا في وجود المهندس سامي علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. حلم كبير ليك وحلم كبير لينا كلنا وكل من ينتمي للنادي الاهلي النهارده اولى خطواته. طبعا يعني حلم كبير جدا، انا بعتبر نفسي من المحظوظين ان انا بحضر هذا الحدث الكبير ده. حلم بتهيألي كان مراد كل اجيال فريق كره القدم ان يكون في استاد خاص للنادي الاهلي. الحلم الحمد لله النهارده بدا يتحقق، بدا يظهر خطوات ايجابيه. هو مش مجرد حجر اساسي بيتحط للمشروع انشاء الاستاد او مدينه رياضيه، لكن ده تاكيد خلاص ان فعلا كل الموافقات اللي بقى لنا سنين لسه ما خدناهاش، ربنا كرم المجلس الاداره الحالي برئاسه كابتن محمود الخطيب ان نحصل على الموافقات الخاصه بالاستاد في هذا المكان. على فكره احنا واقفين في نفس مكان ان شاء الله انشاء الاستاد، هو ده المكان المخصص للاستاد، ورانا هتبقى استكمال المدينه الرياضيه للاستاد. انا فخور جدا بصراحه ان يكون في هذا اليوم نحضر حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي. الاجيال القادمه طبعا هتشهد هذا الحدث ان شاء الله باذن الله، لانه حدث كبير جدا يستحق ان نشوف المنظر ده قدامنا ان شاء الله. باشمهندس اكيد اسئله كتير جدا، عايزين حضرتك تحطنا في كتير من التفاصيل. المساحه بتاعه المكان، المده الزمنيه المقدره قد ايه، زي ما اتكلمنا ان الاستاد بيتسع لاكثر من 50 او 60000 متفرج، تفاصيل كتير جدا حطنا عن حطنا في الصوره عن هذا الامر. احنا المساحه المخصصه للاستاد فقط 48000 متر، دي مساحه كبيره للاستاد فقط بخلاف مشتملاته. المشتات اللي هي الجزء بقى اماكن انذار السيارات والصاله المغطاه والفندق الرياضيين وكل خدمات المدينه الرياضيه وملاعب التدريبات، دي خلاف ال 48000 متر للاستاد. المده المتوقعه هم الموافقات جايه بان المده المتوقعه لانشاء الاستاد 5 سنوات، ودي مده ان شاء الله تكون كافيه ويكون متوفر ان شاء الله التمويل المادي لانشاء الاستاد والمدينه الرياضيه ان شاء الله. باشمهندس هل في اكثر من نموذج قدم للاستاد، ولا وبرضه عدد المدرجات يعني اللي زي ما حضرتك قلنا هل يتجاوز ال 50 60000 متفرج؟ يعني ان شاء الله الاستاد مش هيقل عن 50000 متفرج، ممكن يبقى اكثر من كده. التصميمات لسه في مجال، لسه مشاورات، لسه في موضوع التصميمات النهائيه لسه ما وصلناهاش ليها. يعني هي دي الخطوه اللي تبقى ان شاء الله باذن الله المجلس اداره النادي الاهلي هيشتغل عليها الفتره الجايه. هي هتمشي بالترتيب بقى ان شاء الله، ان يبقى حجر الاساس وبعد كده احنا خدنا الموافقات هنبدا موضوع التصميمات وتبدا موضوع التنفيذ ان شاء الله باذن الله. استاذ ابراهيم باشمهندس انا موجود معاك، لو في اي استفسار او اي تساؤل نوجهه له للمهندس سامي علي كامل. اتفضل يا باشمهندس. يا سامح، يعني وانت موجود كده ما تدينا فكره نادي الاهلي في الشيخ زايد بجانب هذا الامر كان في كذا يعني اجراء انشائي كبير، ايه اللي حصل وايه اللي وصلنا له وايه اللي لسه، بسرعه كده يعني بالمره بما انك موجود معانا. باشمهندس سعد اللقيعي بيستغل وجود حضرتك، بقول لحضرتك يعني بحكم موجودين في الشيخ زايد في بعض المشاريع الانشائيه في فرع الشيخ زايد اللي يعني بتتم على ارض الواقع، حطنا في الصوره وقول لنا ايه الخطه الزمنيه بتاعتها وايه اقرب الامور اللي هتتم انتهاء خلال الفتره القادمه. احنا شغالين في فرع الشيخ زايد في 5 مشروعات في وقت واحد. احنا ان شاء الله في خلال شهرين هنكون بنفتح باذن الله مجمع ملاعب سكواش بيضم 8 ملاعب سكواش متنفذين طبقا لمواصفات الاتحاد الدولي على احدث مستوى، مرفق بيهم جيم وغرف خلع ملابس والتويلتس، مبنى للجمباز مجهز كامل على احدث بالاحدث الاجهزه، صاله كاراتيه كامله 9 6 ابسطه. ده مشروع مجمع صالات بالمنطقه المحيطه الخدميه بمناطق جلوس اعضاء بخدمات الاركان للاعضاء، ده زون. الزون الثاني مبنى اجتماعي في اهل الشيخ زايد مسطح 1200 متر للدور بكل خدماته، ده المبنى الرئيسي لفرع الشيخ زايد طبقا للمخطط العام. ورا المبنى الاجتماعي في ملعبين كره قدم نجيله صناعي طبقا لمعايير الاتحاد الدولي، ويحيط بالمشروعين مناطق جلوس اعضاء. زايد اللي اتاخر افتتاحات شويه نتيجه التراخيص والموافقات، وكان في بعض المشاكل في التراخيص في المجلس السابق تخلصنا منها الحمد لله. الفتره الجايه خلال شهرين نفتح مجمع الصالات ان شاء الله، مشاريع عملاقه. فتحنا قبل كده مجمع بنوك، المتوقع ان شاء الله خدنا موافقه الحمد لله الشارع العقاري، فخلال الايام القليله القادمه ان شاء الله هنفتح الشارع العقاري ان شاء الله كمان. اشكرك يا باشمهندس وبالتوفيق دايما. انتوا نورتونا وربنا يكرمكم يا رب دايما. شكرا ليك. شكرا استاذ ابراهيم باشمهندس، ده كان لقاءنا مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي. طبعا يوم تاريخي ولحظه تاريخيه لكل
لكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي. وتقدر تقول يعني عايزين نوجه الشكر طبعا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه على المجهود الكبير والدعم للرياضيين ولكل افراد المنظومه الرياضيه. انا موجود معاك يا باشمهندس، موجود معاك يا استاذ ابراهيم لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق، كنا عايزين نسال المهندس سامح لو لسه موجود معاك، بناء الاستاد ده كان النقطه الاخيره في قائمه تعهدات أو وعود مجلس الإدارة أثناء الانتخابات، بنسبة كم في المية تم إنجاز الخطة الإنشائية من رأيه؟ باشمهندس استاذ ابراهيم، بقول لحضرتك يعني اعتقد ان الاستاد وعمليه انشاء الاستاد النادي كان النقطه الاخيره في برنامج وعود الكابتن محمود الخطيب وبرنامج عائله النادي الاهلي. ايضا البرنامج هل تم انجاز يعني بنسبه كام في الميه تم الانتهاء من برنامج عائله النادي الاهلي؟ وانا عارف ان في مشروعات اضيفت على البرنامج لم تكن موجوده في برنامج عائله النادي الاهلي. اخر حاجه ناقصه في البرنامج مجلس اداره النادي الاهلي هو موضوع مشروع انشاء الاستاد. البرنامج الانتهائي خلص بالكامل وزياده عليه مشروعات ما كانتش موجوده ومدركه في البرنامج. مجلس اداره النادي الاهلي كان ليه لقى رؤيه ان الاعضاء محتاجين هذه الخدمات، اضافها بمشاريع كبيره جدا اضافه للبرنامج النادي الاهلي. فتقريبا البرنامج خلص بالكامل والزياده كمان جدا، والمفروض ان الفتره القادمه هيبدا يظهر الكلام ده ان شاء الله للاعضاء باذن الله. ايضا بدا عايز استغل وجود حضرتك الباركنج الخاص بفرع مدينه نصر اللي هيتم الانتهاء منه خلال يعني ايام قليله. هنفتحه الشهر الجاي ان شاء الله، وطبعا ده في فرع مدينه نصر، وده ضمن برضو الاحلام اللي كانت بتراود اعضاء مجلس الجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي مكان انذار في مدينه نصر، وخصوصا المنطقه المحيطه بالنادي، التطوير اللي حصل فيها من جانب الدوله تطوير كبير جدا، فكان لازم الاهلي برضو يمشي يواكب التطوير على قد ما يقدر، وكان اماكن انذار حول النادي اتمنع انتظارها. فتوقيت موافقه الجراج جه في توقيت طبعا بالنسبه للنادي هايل ان احنا نفتح الجراج الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله، وهو اضافه لاعضاء النادي الاهلي طبعا باذن الله. اشكرك يا باشمهندس وبالتوفيق دايما. ربنا يكرمك يا رب دايما. شكرا شكرا ليك. شكرا استاذ ابراهيم. يا باشمهندس ده كان لقانا مع المهندس سامح علي كم. طيب اتفضل. تمام اتفضل يا فاروق. خلاص اتفضل يا استاذ ابراهيم. كان السؤال هيبقى للمهندس سامح، فخلاص نشوفه في مره ثانيه ان شاء الله. موجود معانا المهندس يا باشمهندس. طيب معاك الاستاذ حامد. انا دلوقتي يا باشمهندس سامح، انا عايز اعرف امتى هيكون الجوله لتفقد ما تم فيه مقر النادي الاهلي بالتجمع الخامس، وهل هناك اي تغييرات في موعد افتتاح المرحله الاولى اللي هي المفروض تكون بنهايه يونيو او بدايه يوليو المقبل ولا لا؟ باشمهندس الاول تحيات الاستاذ حامد عز الدين لحضرتك، وبيسال حضرتك على الجوله الخاصه التفقديه بفرع التجمع والخطه الزمنيه كان من المحدد يعني يكون افتتاحه في نهايه شهر يونيو وبدايه شهر يوليو. حطنا في الصوره وكلمنا اكتر عن فرع التجمع. فرع التجمع الخامس كان في اتفاق مع الشركه المنفذه ان احنا نعمل جوله تفقديه لاعضاء مجلس اداره مع شركه الاهرام والهيئه الهندسيه منتصف رمضان. جه الحدث الخاص بالاستاد سحبنا كلنا من التجمع شويه وجينا عشان نحجر الاساس. التجمع ماشي معدل قوي جدا ان شاء الله، انتم كنتوا تشرفونا هنحدد ميعاد لاحق الزياره التفقديه ان شاء الله، ماشي بمعدل كويس جدا. انا متوقع ان احنا مثلا خلال الشهرين القادمين دول تبدا يبان بنسبه 80-90% ملامح الفرع بالكامل، يعني خلال الاشهر القليله القادمه نفتح الفرع التجمع الخامس ان شاء الله. الشركه المنفذه ماشيه بمعدل كويس جدا. نادي كبير بصراحه، اللي خلي بالك ان الموضوع مش موضوع فرع التجمع الخامس مرحله اولى، المرحله الاولى بتمثل 80% من الفرع التجمع الخامس، يعني هيبقى فاضل حمام السباحه ومجلس اداره النادي اللي خد موافقه في الاجتماع السابق بانشاء حمام السباحه، هيفضل لك حمام السباحه وصاله الالعاب وصاله الجمباز والكاراتيه والنادي يكون خلص. فانت بتعمل يعتبر نادي كامل زي اهل مدينه نصر، ومش مجرد هيفرع مرحله اولى ومرحله ثانيه وثالثه، لا احنا عاملين تقريبا من 80-90% من مساحه الارض النادي. فانا بطمن استاذ حامد ان شاء الله ان في اقرب وقت تشرفونا في زياره على ارض الواقع تشوفوا الانجاز اللي بيتم ان شاء الله باذن الله. نشكرك يا باشمهندس وبالتوفيق دايما. يخليك، سلامي لي جاي في الاستوديو عند حضرتك. شكرا ليك، ربنا يكرمك. شكرا استاذ ابراهيم، ده كان لقانا مع المهندس سامي علي كامل. اعتقد خدنا في جوله تفقديه من فرع الشيخ زايد لفرع مدينه ناصر، وايضا الختام كان بفرع التجمع. دي كانت كل التفاصيل وكل الكواليس. هنا مستمرين معاك يا استاذ ابراهيم ومع المهندس عادل القيوي، وايضا كل التحيه للاستاذ حامد عز الدين. من جديد تعود الكلمه اليكم في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح.